لنقاش ملف انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ينضم إلينا من بغداد من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر فرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. جددت منظمة Human Rights Watch تأكيدها في تقريرها السنوي على أن القوات الحكومية مارست خلال العام الماضي انتهاكات حقوقية ضد المدنيين. كيف يفسر الاستمرار في ارتكاب هذه الانتهاكات؟ نعم، يعني هذه الانتهاكات انتهت بوتيرة مخيفة حقيقة للغاية، أن هذه القوات الحكومية إلى الآن وهي تعامل ملف حقوق الإنسان أو تعامل المدنيين بالقسوة الشديدة، وهذه المعاملة السيئة هي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة والتي انضمت إليها من خلال الاتفاقيات الحكومة العراقية بعد 2003، وهذا بحد ذاته هو إدانة واضحة لهذه القوات والحكومات المتعاقبة، حيث أنها تفرض عليها أن تقوم بمعاملة حسنة للمدنيين في شتى الظروف وفي شتى الميادين، حتى لو كانت هناك نزاع مسلح داخلي او كانت هناك بعض المناوشات هنا وهناك، فهذه ايضا تفرض عليهم ان يقوموا بحمايه المدنيين اولا، لا ان تقوم بتعسفهم ولا تقوم بتعذيبهم ولا بهذه الوحشيه التي نراها هنا وهناك في العراق، وفي نهج مستمر تقوم بها القوات الحكوميه ضد المدنيين. هذه السياسات القمعيه وهذه السياسات الانتقاميه التي تنتهجها القوات الحكوميه هي يعني من الوسائل الممنهجه التي تقوم بها هي القوات الحكوميه ضد المدنيين، بغيه ان تقوم بتنفيذ المشروع الامريكي والايراني في المنطقه من خلال تهجير وتعذيب وقتل وتغييب قسري للمدنيين في العراق، حتى تكون نقطه بارزه في هذه المنطقه للانتهاكات الحاصله بحق المدنيين عموما. نبقى في هذا السياق ونبقى في تقرير Human Rights Watch السنوي، فالذي يقول أن القوات الحكومية اعتقلت وعذبت وأخفت بشكل قسري رجال من السنة. ما مدى خطورة وانعكاسات تركيز هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، تركيزها على مكون واحد دون باقي المكونات في المجتمع ودون وجه حق باعتبار معظمهم أبرياء؟ نعم، هذه هي السياسة العنصرية والسياسة الطائفية التي اتخذتها القوات الحكومية واتخذتها الحكومة كمنهج واضح للعيان في المعاملة مع المحافظات العراقية على الأساس الطائفي وعلى الأساس العرقي وعلى الأساس العنصرية، التي نبذت هذه الكلمات من قبل الأمم المتحدة وتشهد على أن هذه التعاملات هو يجب على المجتمع الدولي إذا مارست أي حكومة أن تتخذ هذه الوسائل العنصرية والطائفية وسياسة التمييز، على المجتمع الدولي أن يأخذ دوره بأن يأخذ هؤلاء الأبرياء من بطش الحكومات، ومجلس الأمن يتخذ قرار فوري بأن يقف المجتمع الدولي إلى جانب المدنيين في الحكومة وتغييرها بالشكل الذي يراه مناسبا، ولكن إلى اليوم لا المجلس الامن تحرك ولا المجتمع الدولي تحرك، بل ان هذه المؤسستين العالميتين تقوم بتغذيه هذه العنصريه وتقوم بمبارحه الحكومه على الافعال العنصريه والافعال العدوانيه التي تقوم بها القوات الحكوميه ضد اهل السنه لا سيما في محافظه الانبار وفي الموصل وصلاح الدين. وحقيقه يعني الى الان يعني هو لا فرق بين يعني الانتهاكات التي تجري في مدينه البصره وفي محافظات بعض محافظات الجنوب ومحافظات صلاح الدين، ولكن التركيز ينصب على هذه المحافظات ومسمى السياسه الطائفيه وتعذيب اهل السنه خصوصا هو ما يجري على قدم وساق في الحكومات، وهذا ما ينتج عنه تفكيك المجتمع والانتقام المجتمعي لا سمح الله اذا كانت هناك يعني فرصه لان تكون صراع طائفي في العراق، فانه الخاسر الاول والاخير هو المدنيين واطراف النزاع تقوم بتغذيه هذه المسميات وتقوم بالاعتقالات الممنهجه والتغيير القصير والثلاثاء
مكون واحد دون غيره، وهذا ما يفتت نعم. المجتمع والى مصير مجهول. في ظل معاناة معظم المعتقلين من ظروف صعبة في السجون الحكومية أو حتى في المعتقلات السرية، ما مدى إمكانية تدخل منظمة الأمم المتحدة لإنقاذهم أو على الأقل من خلال البعثة الأممية في العراق؟ نعم، يعني هناك هي المبادئ المنهجية والمبادئ الأساسية للمعتقلين والسجون في الدول، وهذه المبادئ الأساسية التي تقوم بها بحمايتها الأمم المتحدة، والتي يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية وأن تكون هناك ممثلين من الأمم المتحدة ومن هذه اللجان التي تقصي الحقائق في هذه الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا سيما العراق أصبح هو السمة البارزة في الانتهاكات في هذه السنوات الأخيرة. تقوم اللجنه بالرقابه الصحيحه والرقابه الفعليه والمباشره لهذه السجون والمعتقلات فيما اذا كانت الحكومه قد نفذت وعودها وقد طبقت الاتفاقيات في حذافيرها لحمايه المعتقلين سواء كانوا مذنبين او ابرياء، فاذا كانوا مذنبين لهم هذه الحقوق، فما بالك يعني يكون هناك ابرياء، فهذه طامه كبرى وهذه يعني وصفه عار في جبين الامم المتحده عندما تغفل هذه التقارير وتتستر عليها ولا تحرك ساكنا في انقاذ المدنيين او توقف هذه الانتهاكات، وتكون هناك محاكمات شفافه وتكون هناك قضايا تحقيق عادله بحق المدنيين اذا ما تورط بعضهم، وهذا يعني عندما تتدخل السياسه في هذه الحقوق فهناك من سيكون يعني يعطي اوراق ضغط لهذه المنظمات او يدين بعض المدنيين الابرياء بشكل وسائل حتى يصبح راجع. نعم، الحديث عن هذه الانتهاكات لا يقتصر فقط على المكون السني كما ذكرنا سابقا، لكن يرتكز أيضا على المتظاهرين في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية الذين تظاهروا ضد الفساد. كيف تقرأ ذلك خاصة وأن الحكومة الحالية كانت تعتبر لفترة قريبة تلك المحافظات حاضنتها الشعبية؟ نعم، أنا أشرت لك قبل قليل أن الانتهاكات ليس في مكون واحد دون غيره، وأن هذه الانتهاكات أيضا تجري في محافظة البصرة وبعض المدن في والمحافظات في الجنوب، وحقيقة تصلنا هناك من هناك تقارير كثيرة وتصلنا هناك مشاهدات عديدة بأن الحكومة والقوات الحكومية والميليشيات خاصة في هذه المناطق تقوم بعمليات تغييب واسعة، تقوم بعمليات اغتيالات ممنهجة، تقوم بفرض الأتوات، تقوم بالتضييق على المدنيين في محافظات النجف وفي كربلاء وفي بابل وفي البصرة، وما حدث في البصرة دليل واضح على أن هذه الحكومة الآن هي ليست حكومة تخدم العراقيين وإنما حكومة تخدم الأجهزة الإيرانية وكل من يعارض الحكومة الإيرانية وسياسة إيران في العراق، فإنه أصلا يكون مصيره مجهول، يكون مصيره القتل أو الاغتيال أو الاعتقال التعسفي، وكل هذه الإجراءات هي على قدم وساق في هذه المحافظات، ومن ينكر ذلك فعليه بالدليل. الكثير من أبناء الجنوب والكثير من أبناء الشمال والوسط هم يعني تحت حكم الميليشيات وتحت فرض الرصاص عليهم، حتى انهم يعني اغلب الذين يعني لا يدرون بشهادتهم يخافون من بطش القوات الحكوميه ومن بطش الميليشيات، وهذا بحد ذاته هو انتهاك واضح في حقوق الانسان في العراق. شكرا جزيلا لك عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.